شايفة السوشيال ميديا كنت بتقولي ممكن يكون في ناس بتستغلها، وفي ما يحاك التعامل معها لمصر دايما محتاجين تعامل أفضل. شايفة التعامل يبقى إزاي ونستغل السوشيال ميديا بشكل إيجابي؟ طيب، هو في الاخر وسائل التكنولوجيا او السوشيال ميديا هي يعني مجرد وسائل، فالوسائل دي انت في ايديك ان ممكن تجيد استخدامها لو استخدمتها بوعي وتوظفها في توجيه الرساله اللي انت عايز تقولها، وممكن للاسف الشديد لو استخدمتها برضو يعني بنوع من انواع عدم الوعي او بشكل عشوائي ممكن انه هي تضرك يعني. ف محتاجين ان احنا الحقيقه يعني مش هقول يعني بس ايه انا عايزه اجيب كلمه تكون نرشد الاستهلاك او فكره انه مش كل الحاجات اللي موجوده ينفع انه هي يعني تتعرض، او ينفع انه احنا حتى مجرد يعني في ابطال الحقيقه للاسف الشديد انت يعني السوشيال ميديا بتصنعهم، انت بتلاقي المحتوى تافه جدا، محتوى يعني لا يستحق ابدا المتابعه. الاعلام شويه لما بيركز مع النماذج دي للاسف الشديد بيصنع منها ابطال، فاحنا محتاجين ان احنا نركز اكتر على المحتوى الجيد، نركز على النماذج الجيده اللي ممكن يكون فعلا الناس ما تعرفش عنهم حاجه، لكن ان الاعلام لما يبتدي يبرزهم ويظهرهم للناس اعتقد انه القنوات بتاعتهم ممكن تحقق يعني نسب مشاهده مرتفعه اكتر، لانه الحقيقه احنا عندنا سواء في المجال الرياضه، في مجال الفن، في مجال السياحه، حتى في مجال الطبخ، انا بدخل اقعد اتفرج يعني على بجد يعني ناس بتقدر تقدم محتوى هايل ومحتوى محترم ومحتوى كويس، سواء بشكل بقى يعني مهني او بشكل حتى متخصص او حتى بشكل اكاديمي. فاعتقد انه الناس اللي زي دي محتاجه دعم، سواء بقى من وسائل الاعلام او حتى احنا كمجتمع مدني، بحيث انه ده نوع من انواع القوى الناعمه اللي احنا ممكن بقى ان احنا نستخدمه في يعني التسويق والترويج لثقافتنا ولحضارتنا.